السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد وصفحة تأسيس بدون تعقيد فيسبوك. معلش الكلمتين دول سمعوهم مني في أول الفيديو، بس احنا اتفقنا ان احنا بإذن الله هنزل شرح لكل المناهج من كي جي 1 لعند جريد 6 كونكت بلس. ليه كونكت بلس مش كونكت؟ قلنا عشان كونكت ناس كتير بتقدمه، كونكت بلس محدش بيقدمه، وأولياء الأمور في حيرة من أمرهم مش عارفين نذاكر إزاي، إيه الكلمات المهمة، نعمل إيه، ناخد إيه، نذاكر إيه، نحفظ ده إزاي. وده هقوله لك، هوفره لك في آخر وملخص لكل درس في آخر الفيديو بإذن الله. طيب ده جريد 4 كونكت بلس. بلس مين اللي بياخده؟ بياخده تجريبي لغات عربي خاص. طب أنا لو ابني حكومي ينفع ياخد ده؟ منهج زيادة يا جماعة، طالما ابني بياخد كونكت وفاهم ومستوعب وكويس جدا ياخد كونكت بلس عادي جدا جدا، مش هيخسر. تمام. الواحد بيقول بتقول ايه؟ وات كان اي دو، وات يعني ماذا يمكنني انا يعني ان افعل، انا هعمل ايه؟ تعال نشوف الدرس ونعرف في اخر الدرس الملخص بتاع الدرس او مطلوب مني اعمل ايه. تمام. معذره ان انا قلب الموبايل، دي احسن طريقه ان انا اقدر اشرح فيها كل الصفوف بدون ما اضيع وقت كبير، لان بوشي المونتاج بيحتاج وقت كبير، ده بياخد مونتاج لكن يعني اقل شويه من الواحد يطلع بوشه. طيب listen one، listen one بيقول listening and reading، الاستماع والقراءه. my body، طبعا my مش محتاج اقول لك ان كلمه my، بس احنا في اول السنه هذكرك دي صفه ملكيه بيجي وراها الشيء المملوك، يعني ده pen قلم، عايز اقول قلمي ماي بين، ده كتاب بوك نكره، لما قلت ماي بوك خلاص بقى بتاعي. طيب تعال نشوف الفوكاب بتاعتنا. معده يعني ستومك، الاس مع التي ستا شورت او ستومك، والسي اتش بنطقها كي. ليه كي؟ لان دي كلمه جايه من امريكا اللاتينيه، ستومك ستومك ستومك. رئتين يعني لانجز، خد بالك اليو بنطقها اه، يبقى لانجز. خد بالك مش تدوس قوي على الجي، ما تقولش لانجس، مفيش، لان بين الجي والاس مفيش اي، ما تقولش لانج ج جس، لانجز لانجز يعني رئتين. هيكل عظمي اسمه سكيلتون او سكيلدن، سكيل شورت اي سكيل. خد بالك لما تيجي يكون عندك او ان في اخر الكلمه او في اول الكلمه ما تنطقش الاو، انطقها شورت اي، لاين ليمن سكيلتون او سكيلدن. التي جايه من حرفين متحركين، هقولها د سكيلدن سكيلدن سكيلدن. تمام. طيب عضلات يعني ايه يا مستر؟ عضلات يعني ماسلز، الام مع اليو، ما ما شورت يو والسي هنا سايلنت، ماسلز جمع عضلات ماسلز. تمام. طيب قلب يعني هارت، عظام يعني بونز، الاو ساكن اي بتعمل لونج او صوتيات، بونز. طبعا اكيد كلكم واخدين فونكس قبل كده، بونز وهتقول بونز. دم يعني بلاد، من الحالات اللي بنطق فيها الاو او اه بلاد اه اه بلاد. فم يعني ماوث. دي ايه يا مستر؟ دي الكلمات الاساسيه. طيب امال ايه اكسترا دي؟ اكسترا يعني كلمات زياده جايه في المحادثه في الدرس، المعاصر بياخدها من الدرس يحطها لك في كلمات. طب هو كده بيعمل ايه؟ بيزود عليه؟ لا انا والله عارف الكلمه دي بالنسبه لي جديده هحفظها، لان مستحيل يكون كلمه جديده عليا ومش عارفها واسيبها، انا عارفها بعديها. طيب اول حاجه عندي الجهاز الهضمي، يعني ايه؟ اسمه دايجستيف سيستم، داي جستيف، اس جي جاي وراها اي بنطقها جا معروفه، داي لونج اي ج شورت اي ستيف، دايجستيف سيستم. سائل خاص يعني سبيشال ليكويد، خد بالك السي اي اي بنطقها زي الاس اتش بالظبط، سبيشال، وهتقول سبيشال سبيشال ليكويد. ليكويد يعني سائل، سائل خاص. طاقه انرجي، انرجي الجي برضو جاي وراها واي، يبقى انت عندك كده الجي فوق جي وراها اي، والجي هنا جي وراها واي، وخد دي من عندي الجي لما يجي وراها اي او اي او واي بنطقها جه. تمام. انرجي. عناصر غذائيه ناتريانتس، نا تريانتس، اوعى تقول ناتريانتس، التي ار دايما انطقها كده ترا ترين تراي كونتري، ناتريانتس ناتريانتس، اوعى تقول ناتريانتس. الجهاز التنفسي تعال نقسمها كده، ريسبيراتوري سيستم، ريس شورت اي بيا برا برا تري، والواي في الاخر بتعمل لونج اي، ريسبيراتوري او ريسبيراتوري سيستم، ريسبيراتوري سيستم الجهاز الايه؟ التنفسي. عضو في الجسم اورجن، يعني عضو، يعني عضو زي الكبد زي القلب ده اسمه عضو، اورجن اورجن. غاز الاكسجين اسمه اوكسجين، برضو الجي جاي وراها اي، اوكسجي مش اوكسجي، اوكسجين اوكسجين. انف يعني نوز. طيب ايه كمان يا مستر؟ عندي حاجه اسمها تصريف الافعال، كونجيجيشن كونجيجيشن اوف فيربس،
تصريف الايه الافعال. عندي كلمه pump يعني يضخ، احنا عارفين الماضي عشان احول من present للباست يا اما اضيف اي دي للفعل او دي او اي اي دي. اي دي زي اي كلمه، زي كلمه watch، زي اي فعل. طب دي امتى؟ لو الفعل اخره اي بحط دي بس. طب امتى بحط واي؟ لو الفعل اخره واي وقبل الواي حرف ساكن بقلب الواي الى اي اي دي تبقى cried. تمام، فراي فرايد. pump pumped، وهتقول pumped pump pumped pump pumped. attached to يعني يربط به. attached attached to attached to attached to. lift يعني يرفع حاجه، lifted رفع. pass وهتقول باص، باس يمر يمر باست مره. لكن احنا عندنا على النقيض او الجانب الثاني في افعال ما ينفعش احط لها اي دي ولا اي اي دي ولا دي. امال الباقيه مستر بحفظها، بحفظها زي ما هي. لا، هي هو مش جايبها. زي كلمه ايه مثلا؟ زي كلمه سي تبقى سو، زي كلمه جرو تبقى جرو، لكن هو مش جايبها الدرس ده. المهم بروتكت يحمي، بروتكتد اي دي. تشو يعني يمضغ، تشو تبقى تشود. سالو سالو يعني يبتلع، سالود ابتلع. طيب مهم، ماشيين خطوه خطوه. هنا بيقول لي important expressions and preposition. ليه تعبيرات وحروف جر هامه؟ انت مطلوب منك ايميل، مطلوب منك باراجراف، مطلوب منك في السنه تعمل محادثه. الحاجات دي بتساعدك جدا جدا تكتب جمله، توفر عليك كتير، بتساعدك تعمل محادثه. طيب يحول الطعام الى change the food into، change the food into. هنعرف دلوقتي الكلمات دي هنستخدمها في ايه. يتكون او يتالف من، is made up of، is made up بيقول لي بتيجي قبلها is يعني. يستنشق يعني breathe in، breathe in يعني يستنشق يعني شهيق وزفير. خلال الانف through the nose، through the nose ال o u g h o through the nose. يجعلنا اقوياء، make us strong. ايه هو ده بقى؟ هنعرفه، make us strong. تعال بقى نقرا الدرس كويس ونشوف الحاجات دي. هنا بيقول لي digestive system، الجهاز الهضمي. ايه بتكون من ايه بقى؟ العضو the organ number one mouth، اول عضو عندي في جسمي في الجهاز الهضمي او الجهاز الهضمي هو الفم اللي الاكل بيخش منه. تمام، ايه حاجه تانية عندي؟ stomach. تعال نعرف وظيفه كل واحد ايه. mouth we chew and swallow food through it، احنا بنمضغ. الموضوع مش محتاج كلكعه، انت حفظت كلمه chew يعني يمضغ، وسالو يبتلع، through it من خلاله، يبقى نحن نمضغ ونبتلع الطعام through it من خلال. سهل جدا، ما تكلكعش ما تحفظش. طيب ستومك ايه مهمه المعده؟ ذا فود بعد ما اكلته من هنا من بق اهو بينزل تحت. ذا فود جوز تو ات، بعد ما اكل الاكل وامضغه بينزل المعده. ا سبيشال ليكويد ان ذا ستومك تشينج ذا فود انتو انرجي اند نوتريانتس، في سائل خاص اللي هو اسمها العصاره المعديه اللي هي اسمها جاستريك جوس. تمام، بتعمل ايه؟ بتاخد الطعام ده تحط عليه الماده دي، عامل زي ميه النار كده، بتخليه يتحول من عيش وجبنه وفول وبيض ولبن ورز، يتحول لسائل عشان يتحول لدم. تمام، ركز معايا. A special liquid in the stomach changes the food into energy and nutrients that we need in our bodies. باكل الرز ده مصدر الطاقه عندي، خدتها في سنه ثالثه السنه اللي فاتت في الهرم الغذائي، ان الكربوهيدرات هي مصدر امداد الجسم بالطاقه، البنزين بتاعي هو اللي بيدي الجسم ايه؟ طاقه. طيب ده الجهاز مين؟ الهضمي. جالي تعبير عنه سهل جدا جدا جدا، وي يوز ات وين وي ايت، احنا بنستخدمه لما نيجي ايه؟ ها؟ لما نيجي ناكل. وبتكون من ايه؟ الماوث. مهمه الماوث ايه؟ بنمضغ الطعام ونبتلعه من خلاله. المعده عندها عصاره بتخلط الطعام وتحوله لعناصر غذائيه بنستفيد بيه بعد كده. تاني حاجه عندي respiratory system، الجهاز التنفسي. ايه هي مكوناته؟ nose ده اول مكان بيخش منه الهواء استنشقه، ولانجز عند الرئتين المسؤوله، وهارت القلب. تعالوا نشوف. اول حاجه nose مالها؟ we breathe air in air through it، بنستنشق الهواء من خلالها. طبعا الهواء بيخش من عندها. lungs الرئتين، the air we breathe is in goes to our lungs، الهواء اللي بنستنشقه من انفنا ده بيخش الرئتين. ماشي. in the lungs the oxygen in the air is passed to the blood، الهواء اللي انا خدته من انف ده ونزل الرئتين، الرئتين بتبعته بيمين للدم، بيروح على جميع اعضاء جسم على الدم اللي داخل ايه؟ كل عضو. تمام، سهل سهل. heart القلب، it pumps the blood around our body، القلب بيضخ الدم المحمل بالاكسجين ده لجميع اعضاء جسم.
سهل يا مستر، سهل يا مستر. بعد كده تالت عضو عندي البونز والماسلز، العظام والعضلات. بتعمل ايه؟ اول حاجة عندي الجزئين ماسلز بونز، عضلات وعظام. اول حاجة سكيلدن، الجهاز الايه او الجهاز العصبي او العظام يعني. It's made up of all the bones in our body، يعني ايه؟ انها متصلة بكل اجزاء جسمنا، كل حتة في جسمنا متصلة ورا. جبت يا مستر made up دي منين؟ هقول لك ارجع ورا كده. It's made up of، يتكون او يتألف من، تمام؟ يبقى it's made up of all the bones in our body، انها يتالف من السكيلتون ده جهاز العظم بتاع ده، كل العظام اللي في جسمي. bones العظام، they make us strong، بتجعلنا اقوياء. عشان بقول لك كل اللبن، اشرب اللبن، كل البيض عشان عظامك. they make us strong and protect our organs، بتحمي ايه؟ ازاي بتحمي العظام؟ بتحمي اعضائنا، القفص الصدري تحت الرئتين والقلب، تمام؟ فبتحمي وهكذا. طب المسلز العضلات، they are attached to our bones، متصلة بمين؟ بعظامنا. they lift and turn bones to make us move، بترفع وتحول العظام عشان تخلينا ايه؟ نتحرك، اللي هي المفاصل دي بين كل الايد والدراع، هنا في مفصل، تمام؟ وهكذا بين الدراع والكتف مفصل، بين الرقبة والكتف مفصل، وهكذا. we use it when we move، نستخدمها لما ايه؟ نتحرك، تمام؟ مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك تستخدم الكلمات ان تعرف الحاجات دي، تعرفها ليه يا مستر؟ عشان ممكن يجي لي باراجراف عنها ولا اي حاجه، بس سهل جدا 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 جدا. مطلوب مني ايه؟ تحفظ الكلمات دي كويس جدا جدا، وتعرف تتكلم عن كل عضو ده، عن كل جهاز، جهاز تنفسي على الاقل 3 جمل، الجهاز الهضمي على الاقل 3 جمل. طب العظام، يعني انا بقول لك مش تيجي في الامتحان، يعني ركز على مين؟ على الجهاز الهضمي وجهاز تنفسي. تيجي في الامتحان اعمل باراجراف، رايت مثلا باراجراف يعني يتكون من 3 sentences، 3 جمل، وسهل جدا اهو. بيتكون من ايه؟ بنمضغ ايه ونعمل ايه؟ مهم جدا تعرف مطلوب منك ايه، وتحفظ الكلمات، مهم جدا جدا جدا، وتقرا الدرس. التدريبات اهي، في حاجه انت، ده نظام الامتحان الجديد، تمام؟ اهو زي ما انت شايف كده، our respiratory system. هنا بقول لك ايه؟ جايب لك كلمه breathe، lungs، oxygen، pumps. حط لي الكلمات دي فين؟ في جمل. we use the our respiratory system when we breathe، لما نستنش، لما ايه؟ اتنفس، تمام؟ the air goes into our lungs through the our nose، بيخش عن طريق الرئتين، من الرئتين عن طريق الايه؟ الانف، تمام؟ the lungs، تمام؟ او the oxygen goes to the our heart، تمام؟ our heart ماله؟ pumps blood او around our body. بس كلمات بحطها فين؟ في جمل سهله جدا. في حاجه ناقصه معاك؟ خش على تليجرام، صور، انا فتحت تعليقات، وابعتها لي وانا اشرحها لك واوضحها لك. استنوني بقى في الدرس الجاي ان شاء الله، وبتكلم عن our senses، حواسنا الخمسه باذن الله تعالى. لو وصلت هنا في الفيديو قلت لك تاني، ما تنساش تعمل لايك وشير وتعليق كويس عشان غيرك يستفاد، وعشان احنا نكمل، لان المحتوى مجاني اطلاقا، مفيش سبونسرد، مفيش اي ممولين للشرح ده، يعني مفيش حد بيدعم او حد دافع فلوس، لا ده مجاني. فالدعوه دي والتعليقات واللايكس هتشجع الواحد ان هو يكمل. واشوفكم على خير، ومنشل لحد في نفس السن، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.